رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى هذا البرنامج بتوقيع 29 من المستمعين. هؤلاء الإخوة ذكروا أسماءهم وقضيتهم التي يشكون منها هي تكاليف الزواج وكثرة ذلك. هل أقرأ أسماءهم سماحة الشيخ؟ تمام. إذن القضية هي تكاليف الزواج إذ يصل إلى مبالغ خيالية، والطالب إذا تخرج من الجامعة يكون مستحقا للزواج لكن ليس بيديه شيء، ويرجو من سماحة الشيخ توجيه أولياء الأمور كيما يهتموا بهذا الموضوع ويبحثوا طريقا يسهل الزواج للفتيان والفتيات، جزاكم الله خيرا. نصيحتي للجميع العناية بتحقيق المهر والتكاليف الأخرى حتى يتيسر للفتيات وللشباب الزواج، فأوصي جميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها أوصيهم بتسهيل أمر الزواج، لا من جهة المهر ولا من جهة التكاليف الأخرى في الوليمة وغيرها. فعلى أهل البنت أن يتفاهم وأن يقبلوا ما تيسر من الشباب، المهم وجود الشباب الصالح والزوج الصالح، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فتنة عظيمة وفساد كبير. فوصيتي للبنات وأولياء البنات أن يتسامحوا في ذلك وأن يرضوا بالقليل من المهر على حسب طاقة الخاطب الطيب. وهكذا في الوليمة والتكاليف الأخرى أوصي الجميع بأن يخففوا منها ولا يشددوا فيها، وبذلك يحصل للفتيات وللشباب من الرجال الزواج والعفة، وهذا في خير عظيم للجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم ذا فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ووصي الأولياء الأمور لا يسهلوا في هذا الأمر حسب الطاقة، ومتى حصل التعاون من الأولياء ومن البنات المزوجات ومن ولاة الأمور ومن العلماء، متى حصل التعاون في ذلك حصل خير كثير إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا واستجاب لدعوتكم، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في كتاب السنة